حقيقة إن فعاليات الفنون الشعبية والتراثية ما بتنتهيش في مهرجان العالمين. العروض دي بتدي جو حلو قوي لأنها يعني بتثير إعجاب كل الأعمار، وجمهور المهرجان في الحقيقة بيبقى مستني وحريص على متابعة هذا النوع من الفنون. النهاردة بقى استقبل جمهور المهرجان في المنطقة الترفيهية عرضين مميزين جدا، الأول هو لفرقة الإسماعيلية والتاني لفرقة الحرية السكندرية. المعلومات أكتر بينضم لينا دلوقتي عبر الهاتف الأستاذ ماهر كمال قائد أوركسترا فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية. يا مساء الفل عليك. مساء جميل، أهلا بحضرتك. أهلا بيك. يعني كلمنا عن العرض اللي قدمتوه النهاردة، الأجواء هناك كانت عاملة إزاي؟ الجمهور تفاعل إزاي؟ وطبعا احنا فرحانين جدا بوجودنا في مهرجان يعني مميز ومبدع بيمثل مصر كلها، واعتقد ان في يعني نظرات عربيه ودوليه حول المهرجان، فده شرف كبير لينا. فرقه اسماعيليه فرقه ايضا فرقه شعبيه عريقه، بنمتلك مهرجان اسماعيليه للفنون الشعبيه، عندنا خبرات في هذه المنطقه واسعه في الديفيليهات وفي الاشكال اللي هي الشعبيه اللي بتبقى على الارض. فالنهارده فرقه اسماعيليه قدمت عروض شعبيه الحمد لله مميزه، نالت اعجاب كل الجمهور. بنقدم كمان حاجات ليها علاقه بالبحر والسمسميه والايقاعات السريعه الجميله اللي بيحبها الجمهور، فكان في تفاعل كبير جدا. فاحنا فرحانين، كل الاعضاء يعني مبسوطه جدا، ونرجو ان الجماهير كلها تكون مبسوطه من الفرقه النهارده. ده الأسبوع الرابع لمشاركة وزارة الثقافة في الفعاليات في مهرجان العالمين، احكي لي أكتر عن يمكن الأسابيع اللي فاتت، هل كان في مشاركة فيها؟ هل في لسه مشاركة في الأيام اللي جاية ليكوا ناويين تشاركوا مرة تانية فيها؟ احكي لنا أكتر. فرقة إسماعيلية هيبقى ليها مشاركة تانية إن شاء الله، إحنا يعني عندنا جولة في مطروح بكرة وبعده، ولما نرجع يبقى عندنا عرض في اسكندرية على مسرح الأنفوشي، وهنرجع تاني إن شاء الله العالمين يوم 9 أغسطس عندنا عرض تاني في نفس المهرجان. يوم 9 أغسطس هيبقى عندكم عرض يعني تاني. ده حصل تغيير يعني لصالحنا، واحنا يعني سعداء بان احنا نرجع تاني للمهرجان مرة تانية، يعني بناء على طلب من وزارة الثقافة والهيئة العامة لأسر الثقافة. وفي الحقيقة اليوم ده هيبقى زحمة جدا، فهيبقى حلو قوي لبقية الجمهور اللي يمكن مش هيقدروا يحضروا حفلة عمرو دياب ان هم يتوجهوا اكيد يشوفوا الفعاليات بتاعت فرقة الإسماعيلية، اللي هي في الحقيقة انا بالنسبة لي بحب قوي التراث السكندري والتراث المصري والتراث الأصيل، ان احنا نحافظ عليه. وزارة الثقافة عاملة وقايمة بدور هايل في الحتة دي. هو بالفعل يعني هي هيئة أصول الثقافة بالنسبة للأقاليم يعني معنية جدا بفكرة الحفاظ على التراث، واتفرجنا على أكتر من فرقة مش إسماعيلية بس، تنويعة كبيرة من البيئات المصرية سواء الفنون الصعيدية أو الفنون الخاصة بالدلتا أو الفنون السكندرية، فالألوان دي كمان مش متاحة للجمهور على طول على الشاشات أو في السمع كتير بالنسبة للألوان يعني الخاصة بالآلات الموسيقية كمان الشعبية، فهي بتبقى فرصة جميلة للجمهور إن هو يرجع تاني لأصول الفن والتراث المصري اللي هو مليء بالموتيفات الجميلة واللي هي في ذهن كل الناس، بس احنا بنحاول نسترجعها تاني وندخلهم للعالم ده تاني ونحافظ على التراث المصري. يعني احنا شايفين دلوقتي معانا على الشاشة الرقصات الجميلة والأزياء السكندرية الجميلة، يعني في الحقيقة والصعيدية كمان دلوقتي قدامنا اهي، أجواء حلوة قوي بالفعل. الأستاذ ماهر كمال قائد أوركسترا فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية، بنشكرك.